أسعد الله صباحكم مشاهدينا، عام هجري سعيد عليكم بإذن الله، ويتجدد لقائنا في برنامج ترندز، ورح نستعرض وياكم باقة منوعة لأبرز الهاشتاجات والأخبار المتداولة في صفحات التواصل الاجتماعي. خبرنا الأول بيكون مع فيديو متداول لاستمرار جهود وزارة الداخلية في مكافحة آفة المخدرات والمؤثرات العقلية وتعقب مروجيها ومهربيه، وتمكن أيضا قطاع الأمن الجنائي ممثلا في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط 25 متهم وبحوزتهم مواد مخدرة متنوعة. التفاصيل أكثر من حساب وزارة الداخلية على منصة إكس. وننتقل إلى حساب بلدية الكويت بمنصة إكس، واستمرار بلدية الكويت بإزالة المخلفات وتنظيف أيضا المناطق بمحافظة الجهراء. ننتقل إلى حساب الهيئة العامة للشباب على منصة إكس، وفيديو تم تداوله بين حسابات ومواقع التواصل الاجتماعي لجانب الزيارة الميدانية لقصر العدل لبيان طريقة رفع الدعوة القضائية، وذلك ضمن برنامج أساس الصيفي الخاص بطلبة الحقوق، واللي يأتي بدعم إعلامي من الهيئة العامة للشباب. وتحت هاشتاج الهيئة العامة للبيئة تم تداول فيديو لورشة العمل التدريبية الثانية تحت عنوان التحول الرقمي، واللي قامت فيها الهيئة لتشغيل نظام المراقبة الإلكترونية للإدارة المتكاملة للنفايات في دولة الكويت بهدف تعزيز عملية التحول الرقمي.
والحين راح ننتقل وياكم لهاشتاج قوة الإطفاء العام، واللي نشر عبر حسابه بمنصة إكس إجراءات توعوية يجب اتخاذها في حالة تسرب الغاز داخل المطبخ. تفاصيل أكثر تابعوا ويانا. تحت هاشتاغات متنوعة منها بمثلكم نفخر، تداولت الحسابات الإخبارية ونشطاء منصة إكس خبر حصول شابات لاعبي منتخب الكويت للغوص الحر مي البدر وعلياء السالم وفي العوضي على أرقام وطنية جديدة في بطولة العالم للغوص الحر المقامة حاليا في العاصمة الصربية بلغراد. ومع اللحظة التاريخية من كل عام تبدل فيها كسوة الكعبة إحياء لسنة حميدة تحت إشراف فريق سعودي متخصص يضم حوالي 159 صانعا وحرفيا. وحول مراسم الاستبدال تداول النشطاء مقطع مصور تحت عبارات وصفت بالمهيبة والغالية. أما خبرنا الأخير تحت هاشتاغ الصين، واللي من خلاله تداول نشطاء التواصل مقطع لبعض العمال الصينيون يستخدمون طائرات الدرون لنقل أكياس الإسمنت في ثواني بدل من دقائق أو ساعات في شاحنات على طرق طويلة. ومع هالخبر نكون وصلنا معكم لختام جولة اليوم. نترككم بحفظ الله ورعايته. مع السلامة.